شعر الشريعة تكونوا مريحين معنا. حقا هذه فرصة طيبة باش نكون هذا التواصل معكم. ما نخفيش عليكم بأن ملي دخلت وجبرت هذه الغرفة هذه فيها كبير من الناس قلت بأن لابد خص هذا العرض يكون قيم حلي قال السيد الرئيس ولكن هو سبق للحدث الحداث لكم عرض قيم انا عاد نشوف اخر عنده منكم انتم تقطعوا هذا العرض واش كان قيم ولا حاجة اخرى اللي بغيت نسالكم هي ما عندي هذا الشيء الوحيد دونك عاد شاركوني في الهضره حيت تنظن بان احسن عرض هو العرض اللي تيكون فيه التواصل دونك غادي نقول لكم بعض الاشياء ولكن عنطلب منكم ايضا تفاعلوا مع ذاك الاشياء اللي انا نعطيكم باش انتم نسمع منكم ونسالكم نشوف كيفاش واش بعض المواضيع عندكم علم فيها ولا لا. غنبدا بالدور نتاع المجلس. غنحط واحد السؤال الاول غنكون غنتفاعل معكم. شحال منكم قراو ولو قرار واحد نتاع المجلس الاقتصادي والاجتماعي؟ علاش كثير؟ أول حاجة حيت تنظن بأن التقارير ديالنا طوال بزاف دونك خصنا نعملو حنا دخلنا باش واحد الإصلاح داخلي باش نصلحو الرؤية ونحاولو يكون واحد نلخصو داك التقارير عاد الانسان عاد نمشيو في هاي طريق الانترنت في الفيديو وداكشي باش نفسرو بعض الاقتراحات ولا بعض الاشياء اللي تنجيو بها كالخلاصات نتاع الدراسات اللي تنقوموا بها. القضيه الثانيه تنظن بان ضعف نتاع القراءه نتاع التقارير جاي ايضا من عدم مشاركه المواطن داخل الجيش. وهذه من الاشياء اللي ايضا بغيت كرئيس باش نصلحوها كيفاش يمكن المجلس ينفتح على المواطن اكثر الديمقراطيه التشاركيه الحقيقيه في الاول فيما يخص المواضيع ولكن ايضا في الاستماع للمواطنين ايضا نرجع عندهم من بعد باش نفسرهم شنو هما هذه الاقتراحات اللي يعني. عندنا حاجه الهدف هو نفس لكم اليوم شويه الشيء ديال المجلس، تعرفوا بان المجلس مجلس دستوري هو مجلس استشاري هي الحقيقه الغرفه الثالثه تنقولوا هي الغرفه الثالثه الدستوريه اللي موجوده في المغرب، الغرفه الاولى هي البرلمان بغرفته، الغرفه الاولى الغرفه الثانيه، الغرفه الثالثه هي المجلس، علما بان المجلس بالطبع تيقوم بواحد الدور اللي ما عنده حتى شي علاقه بالدور اللي تقوم بها ذات الغرفتين.